عرفت عن حضرتك وش اللي صار معكم؟ انا جمال الدره والد الشهيد محمد الدره. طبعا يوم الجمعه تم قصف بيوتنا واستشهدوا اخواني وزوجة اخي وبنت اخي واستشهدوا كل جيراني من عائلة ابو جبارة 11 نفر ومن عائلة ابو العشين 16 نفر وكلهم اطفال. ليش حد الاحتلال بتعمد انه يقصف البيوت؟ الاحتلال يتعمد بقتل الاطفال للضغط على المقاومة. المقاومين موجودين في داخل فلسطين التي حررت ولن يستطيعوا مواجهتهم، هم يواجهوننا نحن كفلسطينيين، وهذا للأسف نحن نقتل بكل الأسلحة، أسلحة أمريكية. والآن نحن لن نحارب إسرائيل، نحن نحارب دول عظمى الآن متحدة على فلسطين وعلى الشعب الفلسطيني وخاصة غزة، أمريكا وبريطانيا وألمانيا وفرنسا. لكن نقول لهم المشهد الحاج اللي بتشوفه اليوم بذكرنا بمحمد الدرة والمجازر. محمد ما زال منظر محمد الدرة متكرر يوميا، كل طفل يقتل محمد الدرة، كل طفلة تقتل محمد الدرة، دماء محمد الدرة ما زالت تسيل الى يومنا. انت مين راح لك يا حاج؟ مين راح لك؟ انا راح لي اخوي وزوجته واخوي الثاني اياد وبنته الوحيده. الله يرحمه. الله يسلم عليك. اسمه جيرار؟ روح لا مش حاب ينزل على حاله. بس عليك. ودك تنزل انت يا عم، ودك تنزل. هذا كرر ساعه انت بيت وين كرر حتى كرر